لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا المشاهدين الكرام غنبداو هذا البث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء مرة أخرى. مشاهدينا الكرام معنا في الصورة مشاهدينا الكرام وأمامكم مواطن اللي كان خدام شاف في واحد الشركة 30 عام وهو كيضرب معاهم في شمالة خدم معاهم صباح وعشية. واحد النهار خرج تقاعد كيف ما الناس عادي الحالة عادية حتى كيتفاجأ أن الشركة ما كانش كتخلص عليهم صندوق الرعاية الصحية صندوق التقاعد كانوا ما كانوش كيخلصوا كيقطعوا ليهم وما كيخلصوش صندوق التقاعد ومشى دعاهم ما صورتش شي حاجه. اذا غنخليكم مع القصه ديال بو عبد الواحد اللي غيحكي لنا كل التفاصيل والرساله ديالو اللي غيبغي يوجهها للسيد رئيس النيابه العامه والناس المسؤولين القضائيين. اذا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مع بو عبد الواحد. بو عبد الواحد اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم خويا. خويا المشكل ديالي انا كنت واحد الشركه ديال الضو اللي كنديروا الكتريستي لاند سريل درت معهم دابا تقريبا دخلت في 1988 دخلت اخويا في 1980 حتى 2019 خديت التقاعد ديالي. وهاد الشركه هادي كان معنا واحد السيد الله يعمره دار واحد الباترون الله يجازيه بخير كان خدام مزيان وداك الشيء بخير كيتعامل معنا الله يعمره دار. اذا عندنا كان عندنا صندوق ديال الكيس ديال الضمان الاجتماعي كان عندنا صندوق الضمان الاجتماعي مزيان بخير وعلى خير كيخلصوا لنا ماشي مشكل. حنا اضطرينا باش ندير واحد الصندوق اخر نعاونوا به شويه صندوق ديال الاستثمار. وهذاك الصندوق غير اختياري ماشي اجباري ماشي بحال لاكيس لا سينيسيس. من بعد ملي خديت التقاعد ديالي مشيت باش نشوف هذا الصندوق ديال الاستثمار اش عندي واش لي بوان اللي عندي ملي مشيت كنتفاجئ بهاد الناس في 2015 شهر 9 حبسهم كيقطعوا لنا وما كيخلصوش علينا كيقطعوا لي واحد لاصوم ديال 23000 ريال الشهر دولية 43 شهر من 2015 شهر 9 انا خرجت في 2019 شهر 4 كنلقى الناس كيقطعوا لي وما كيخلصوش. التجأت للقضاء درت محامي بحال الناس مشيت للقضاء حكم الجلسة الأولى دارت المحكمة الابتدائية وداك الشيء نقزت المحامي دام قالت لي عدم اختصاص عاوتاني اجل الجلسه وداك الشيء وقالت لها راه المحاميه ديال الشركه دعت بان عدم اختصاص هي ديال الاختصاص ديال الحاله الحسانيه معروفه بالشيء ديال الشغل ديال النزاعات ديال الشغل. من بعد عاود حكمت المحكمه بالرفض كنتفاجئ هذا نصب واحتيال وخيانه الامانه وكنتفاجئ بالرفض. علاش واش كاين هاد في البلاد كيعاونوا السارق ويسرق عباد الله ويعاونوه شاد حكم هذا قانون اشنو هذا في هاد البلاد هادي راه بلاد ديمقراطيه. واخا واحد كيفاش عرفتي ان الناس ما كيخلصوش كمشكل؟ انا مشيت للسيمير وهداك الشيء ها الورقه ها هي 2015 حبسوا ها هي شهر 9 حبسوا ما بقاش كيأديو الواجب كيقطعوا لنا 23000 ريال الشهر كيقطعوا لي انا شخصيا وما كيخلصوش. وانا حنا عدد ديال الدراري ماشي غير انا بوحدي كاين اللي تفاصلوا معاه كاين اللي التاجر للقضاء كاين اللي كيتسنى تيخرج التقاعد يمشي يلتاجع للقضاء اللي عطى حقه تا هو ولا ما عطاش حقه بحالي ولا رفضوا لي تا هو والله اعلم. عاود استانفت كنتصدم ملي كنشوف كايدوا الحكم بالرفض. واش هذا ما فهمت والو واش هاد الناس ديال القضاء واش فاهمين بالك الصندوق راه اختياري ماشي اجباري. راه انت لا بغيتي تخلص على ولدك بغيت تخلص على فاميلتك على التقاعد تخلص راسك ما تكونش خدام كاع. السيمير راه كاين شارع عبد المؤمن راه ماشي بحال لاكيس لاكيس راه كيزمتهم ما خلصش بيناليتي كيخلص بيناليتي اللي ما خلصش فرا الشهر. ما داك الصندوق راه اختياري ماشي اجباري لا سينيسيس راه اجباري. انا كنتفاجئ هاد الناس علاش كيحكموا لها في الرفض واش هاد السيد سارقني الاحتيال والنصب وخيانة الامانة واخر المطاف رفضوا لي انا واش كيشجعوا هاد الناس باش يعاود يطحن الاخرين اللي باقيين معاه. انا من هذا المنبر هذا كنادي صاحب الجلاله ياخذ لي حقي من هاد الناس. بغيت نعرف هاد الناس ديال القضاء واش قارين القانون ولا ما قارينش قانون واش عارفين الصندوق راه اختياري ماشي اجباري ولا ما عارفينوش ولا كيحكموا غير هكاك على الهوا. وزال راه باغي الله غندير تنعاون ندير نقطه الابرام
راه ما تفكش معاهم انا، راه واخا طلع معاهم الرباط طلع معاهم تلمزه الاله شرا بزاف هادشي، راه ماشي حق هذا. واش دير لي حق دير لي ديالي وتحكم عليا بالرفض؟ واش كذا شنو هذا؟ شي بحكره واحد النهار تفاجئ شي بان الناس ما كيخلصوش عليكم كيقطعوا ليكم. راه ضيعوني، راه بقيت 8000 ريال في هذا الصندوق هذا، كناخذ 8000 ريال الشهر دابا. اش هي 8000 ريال؟ 8000 ريال الشهر اللي كناخذ ب 400 درهم. 23000 ريال الشهر كيقطعوا ليا، كنقطعوا ليا انا كشاب ديكيب كنربح 11000 12000 درهم الشهر. كيقطع لك لا سينيسيس، كيقطع لا ميسيال الدار لا جيير، كتقطع هذا لا سيمير 23000 ريال الشهر. فين هي في المشات ديال 46 شهر ولا 43 شهر؟ اخي المطاف تحكم عليا بالرفض؟ علاش؟ وهاد الناس هادو زياده على ذلك، اخي المطاف كانت بقات لي عامين اونص على التقاعد، داروا معايا التزام، قال لك اودي سير انت دابا تريح مرتاح مع راسك، حنا غادي نبقاو نخلصوك مع جميع التعويضات ديالك. ملي مشيت انا فعلا مشيت، كنت هاد الناس هادو مزيان داروا معايا مزيان، غنمشي نرتاح. التزام ها هو، اولي داروا معايا التزام ها هو في 2017. يقول ها هو ترجمته للعربية، ترجم ها هو هنا كيقول لك التزموا تلتزم الشركة المشغلة بأن تدفع له أجرته راتبه ومزاياه إلى غاية بلوغه سن التقاعد. ها هما ملتزمين وفينا واش؟ ودفعت هادشي للمحكمة للوثائق، دفعت لهم كلشي، دفعت لهم ها الورقة ديال الخلاصة اللي كيقطعوا منها 10%. هذيك السيمانة كيخلصوها 3%، حنا كبرنا شوية وداك الشيء، كنا نخلصو 10% باش نربحو، بحال كنخلصو 3 سنين في العام باش نربحو شوية لي بوان. بالعكس هاد واش داروا لنا؟ كيسرقوا فينا. واش البلاد باقا غادا هكا؟ راه عيب هادشي، عيب عيب، مصيبة كحلا هادي، راه حرام هادشي اللي باقي واقع في هاد البلاد، راه عيب. كاين الرشوة وكاين التخريب وكاين شنو، ما كاين لا مراقبة، ما كاين لا حاسيب لا نقيب. دابا بزاف ديال العمال اللي بزاف دابا راه كاين، راه كل كيخرج دابا كيمشي يدعي لراسو، ما خرجوش بدقه واحده تقاعد باش غادي كلنا نمشيو ندعيو. كاين اللي تفاصلوا معاه تقريبا شنو ديال العمال اللي وقع لكم؟ راه تقريبا راه واحد 15 ولا اكثر ولا 20 عامل هادي اللي بدون ذكر الاسماء. بعض واحد ديال الشركه فين كاين بالضبط هاد الشركه؟ الشركه ديال المقر ديالها في سيدي معروف، ولات ولي هنايا لتحت كان في زنقه الوديه. بدون ذكر الاسماء بلا ما تقول. كان في قلب البطور القديم. منين تبغي توجه رسالتك اسيدي؟ نعم؟ منين تبغي توجه الرسالة ديالك؟ أنا كنوجه الرسالة لصاحب الجلالة هو الأول، باش يشوف هاد الناس هادو ويكون مراقبة شادة. وكان الوزير القضاء يكون يراقبوا شوية ما ينعسوش، ماشي اللي في منصب ناعس وكيديروا المصالح ديالهم مخلي الناس كتمحل الشعب كياكل في الأعصاب الهرماكة. راه عيب هادشي، عيب عيب قبيح هادشي هذا. راقبوا العباد ديالكم، راقبوا الناس مسؤولين. قلتي لي انك ما كرهتيش ان السيد داكي والسيد النبوي يدخلوا؟ بغى السيد داكي تا هو يدخل والسيد النبوي، بغيتهم يدخلوا وياخذوا لي حقي. هذا راه حقي، هذا راه ديالي، هذا ناخذوا الصحه ولا بالخاطر حقي هذا. واش كطالب اسيدي؟ كناخذ طالب باش ناخذ حقي. هذا الشيء راه ماشي معقول، باش 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 هذا الشفار تزيدوا تأيدوه. رأيتو ملي رفضتوا لي حقي انا، رأيتو الشفار باش يدير كما بغى في هذه البلاد، باش يطحن العمال الاخرين تا هما. راه كيما طحنت انا غيطحن طحنوا الناس اخرين بولادهم، باش انا نخرج تقاعد ضرب 30 عام ونخرج بقى لي 8000 ريال ديال في الشهر. راه عيب، راه عيب هادشي. واحد حاليا حنا في بلاد ديال الديمقراطيه، اين فين هاد الديمقراطيه؟ في الشكفازه، في الصحف، فاش الديمقراطيه؟ ما شناهاش، ما عمرنا شناها في بعيوننا. راه عيب هادشي، عيب وعار، عيب وعار. في بلاد كنقولوا المغرب، راه عيب وعار. فين هاد الناس مسؤولين؟ فين هاد الناس ديال القضاء؟ فين هاد الناس ديال المراقبه؟ راه كل داير في هاد البلاد اللي بغى، راه لا حاسيب ولا نقيب، لا هو كل داير اللي بغى. المواطن ما كيتحماش، البنكه كتحميه ولا شي واحد خد كريدي ديال الدار ولا شي حاجه وجا السيد يتبع عليه فوق ظهرو تشرد ولا يدبر راسو. مول السيد لما خرج الضو ولا المكانه يجدوا لي المكانه ديال الضو، لا مخرجش المال الضو يدوا لي معاش اللي يحميه. علاش المواطن ما عندوش اللي يحميه؟ علاش؟ علاش ابناك وناس عندهم فلوس كتحميهم؟ علاش؟ شحال فين غنمشيو؟ فين؟ لمن غنلتجؤوا؟ لمن؟ واش كاين شي قضاء اخر؟ حكمت المحكمه الابتدائيه قلنا ما كاين باس، هاد الناس وقال ما فهموش ولا ما عرفوش. ملي دفعنا 60 الف كيكونوا ثلاث القضاة، الله اعلم شحال كيكون القاضي في الاخر تما كيأيدوا الحكم. واش هذا ماشي ظلم؟
دار ظلم كبير هذا. كان عندك شي محامي بعد؟ كان عندي محامي راه باقي بديرو الان محامي. محامي راه قال لي لا اله الا الله محمد رسول الله، قال لي هاد البلاد راه ما عاد فين غادا. بعد واحد رجع معاك الحاله الاجتماعيه ديالك. بعد واحد شكون كيصرف عليها؟ كيفاش كتعيش؟ كنعيش انا كنعيش شنقول لك، راه عندي خمسه الوليدات راه ساكن في العشوائي انا. هاد الدار بالك دابا هذا في دار السابية انا بالك. ساكن في العشوائي انا. راه مصيبه كحل هادي، راه عار عار هادشي، راه عار عار. الكلمة الأخيرة كان نجي النداء ديالي لصاحب الجلالة سيد النبوي سميتو الذكري ولا سميتو السيد الذكي، أنا كنوجه لكم هاد الرسالة باش تراقبوا هاد الشيء وتجيو تاخذوا هاد المحاضر اللي عندي وتشوفوا هاد الشيء وتراقبوا هاد الشيء وتعطوني حقي. أنا باغي حقي، ما بغيت حتى حاجة. العدد ديال الناس راه واكلين العصا هنايا، راه ماشي غير. ممكن تقول لي رقم الهاتف ديالك على المباشر؟ الرقم الهاتف ديالي هو 06 52 21 45 61. 91 عاود قول لي الرقم. 06 52 21 45 91. عاود قول لي الرقم ديالك. 06 52 21 45 91. شكرا لك. العفو اخويا العفو. عفو، كنتمنى هاد الناس ياخذوا لنا حقنا.